محمود خريج جامعه القاهره لسانس حقوق دفعه 2008. انا حبيت المجال ده من وانا بدرس، كان والدي وجدي كان شغال في نفس المجال، فانا حبيت ان انا اتعلم المجال دوت واطور فيه. فكنت بشتغل وانا في ثالثه اعدادي، كنت بخلص الاجازه بنزل اشتغل في يعني اخلص الدراسه انزل في الاجازه اشتغل. جيت في ايام الكليه كنت برضو بشتغل، فحبيت اطور الموضوع، الناس اللي في الصين دي ازاي بتعمل المنتج بتاعهم والناس كلها التجار اللي في مصر متلهفين ان هم يجيبوا الحاجه دي من الصين، ليه مش عاوزين يشغلونا او ليه مش عاوزين يعملوا المنتج المصري او يدعموه؟ فحبيت ان انا اطور الموضوع كله، فحطيت الموضوع في دماغي ان انا اطور الموضوع من اوله لاخره. ففضلت اسال وافهم الموضوع ماشي ازاي، واتعلمت المجال كله من اول للاخر. ففضلت ادور على اليوتيوب وعلى الفيديوهات وعلى الكلام ده، هما الناس دي شغاله ازاي. فحبيت ان انا اسافر، فسافرت رحت الصين جبت كل المعدات الحديثه اللي هم شغالين بيهم عشان نقدر نطلع منتج ننافس المنتج الصيني. هم هناك مدعمين جدا الميكنه او بيدعموا الصناعه بطريقه قويه جدا، كمعدات كوقت كفكر. هنا الشاب عاوز يتخرج عاوز يتوظف على طول، مش عاوز يسعى لاي حاجه. ما حبيتش ان انا ابقى موظف، مع ان كان في ايدي ان انا اتخرج من لسانس حقوق اتعين في مجلس الدوله، كان تقدير عام جايب امتياز، فما رضيتش ان انا اتعين في كوظيفه. حسيت ان الاستثمار احسن وهيحقق لي ربح مادي اقوى وهيحقق لي ذاتي. انا شايف ان الموضوع او مجال والدي مهم جدا، ومفيش سيده في مصر ما بتشيلش شنطه، بس اهم حاجه ان المنتج يبقى منافس نفس الجوده بتاعت الصين او الجوده العالميه في شغلنا. فقدرنا لحد ما وصلنا للمرحله دي ان احنا الحمد لله جميع المعدات قدرنا نوفرها. انا اول ما بدات في المجال كنت بادئ بمكنه واحده، وكنت انا بعمل تاني بس، كنا بننزل نشتري الخامه ونصنعها وننزل نبيعها ونجيب فلوس ونجيب تاني، لحد ما بدات اتطور. المكنه بقوا اتنين، العامل بقوا اتنين. جه وزاره الصناعه والتجاره قفلت موضوع الاستيراد، ان الناس ما بقتش تجيب شغل جاهز من بره، فبقوا مجبرين ان هم لازم ياخدوا المنتج المحلي، بس مش اي منتج، لازم ياخدوا منتج على الاقل لما يجي يحطه في المحل يوازي المنتج المستوى. فبدات اسعى ان انا المنتج لازم يبقى بنفس الكفاءه، فبدانا نطور في الموضوع جدا، بدانا نسعى ان احنا نجيب كل تفصيله هم شغالين بيها. الحمد لله بفضل ربنا دلوقتي حاليا اقدر انافس المنتج المستوى. بس هي في نقطه عقبه بتقابلنا، احنا منتجنا 99% من مكوناته مستوى، 99% من مكوناته مستوى، احنا بس كل اللي بنعمله ان احنا بنصنعه. انا مصطفى شمس. احنا حاولنا ان احنا نطور وحاولنا ان احنا نكبر المكان وحاولنا ان احنا نجدد التصميمات ونطور المنتج عندنا، علشان خاطر احنا كنا الاول بنركز كله على المستورد اللي بيجي للسوق، ودلوقتي المستورد خلاص اتقفل، فكله بيركز على الصناعه في مصر. هو طبعا التصميم لازم يطلع على اعلى مستوى، وبيبقى في ناس متخصصه للموضوع دوت، هي اللي بتصمم الشغل، هي اللي بتصمم الشنطه، وهي اللي بتطلع الموديل، وطبعا بيطلع من وراهم بينزل على البنوكه وعلى زي ما حضراتكم صورتوا كده هو على المكن. فاحنا اساسي لازم الجوده عندنا، ولازم الفينش عندنا، ولازم الايد العامله تكون شغاله نظيفه جدا. ما ينفعش يبقى الشغل يبقى سوقي، ما ينفعش الشغل ينزل من درجته درجه واحده، لا احنا عايزين نبقى دايما في الزياده. احنا بنفكر في التصدير طبعا، يعني يا ريت يعني اللي احنا يبقى في منتج من عندنا من مصر نصدره، بدل ما كان كل الشنط الحريمه كانت بتخش مصر عن طريق المستورد من الخارج. الاول الصنعه علشان خاطر الكل كان بيتجه على المستورد، ما كانش حد بيبص للمنتج المصري، فكان اي شنطه بتنزل عادي بتتباع. انما احنا دلوقتي خلاص المستورد اتقفل، لازم نبين امكانياتنا. فالموجود الايد الصناعيه الايد المهريه موجوده، بس عايزه شويه توجيه.